هنا ملحظ يمكن أن يفيد منه من وسع الله عليه، هو أن تتخذ في بيتك مسجدا، يعني أن تجعل مكانا حجرة مهما كانت ولو كانت ضيقة أن تجعلها مسجدا. الصحابة من تيسر لهم ذلك صنع، وكان بعضهم يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوره ليطعم عنده وليصلي في موضع يتخذه مسجدا، كما في حديث أنس وفي حديث عتبان بن مالك، وهنا اتخذ أبو بكر مسجدا، ليس مسجدا بالمعنى المعهود، يعني أن يكون مثل هذا المسجد مثلا في دارك، ولكن إن وسع الله عليه وكان عندك حجرة حتى ولو كانت ضيقة أن تجعلها مسجدا، لا تجعل فيها شيئا، تجعل فيها بساطا، تجعل لها عند المدخل حاجزا يشعر بأنها مسجد، تجعل فيها ما يمكن أن يكون عليه المصاحف، لا تجعلها مكتبة، مسجد ليست بمكتبة وليست بحجرة معيشة ولا بحجرة لاستقبال الضيوف والسمر. فإذا أردت أن تتهجد تتهجد فيها، أراد أحد من أبنائك أو أراد أهلك أن يتهجدوا، أن يتلوا كتاب الله، أن يسبحوا، أن يخلوا بربهم، يتفكرون، يعبدون الله، مسجد كما صنع أبو بكر رضوان الله عليه، وكما صنع بعض الصحابة كما في حديث عتبان وكما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيكون بركة ورحمة ونورا. نسأل الله أن يوسع علينا أجمعين.